قصة اليوم طريفة وربما ما عمركم سمعتوا بها. غادي نهضروا فيها على شي ثلاثيني صحى الضمير ديالو بعد عامين من اللي قتل شي حد ورماه في البحر في جديدة. قالك كان كيعيش كوابيس يومية وما كيجيش النعاس، وروح الهالك كتوقف عليه في المنام، حتى قرر باش يسلم راسو للبوليس ويعترف بالجريمة والتفاصيل ديالها. هاد الولد في العمر ديالو دابا 34 عام، راه في الحبس ديال الجديدة وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف كيحقق معاه، حيت الملف ديالو واخا اعترف بالجريمة والتفاصيل ديالها حالو الوكيل العام للتحقيق، حيت كاينة شي أمور متعلقة بالجريمة فيها غموض وتحتاج تحقيقا دقيقا. حنا ما غاديش ندخلو في خدمة قاضي التحقيق، لكن غادي نرجعو نركبو صور هاد الجريمة وكيفاش سلم المتهم راسو بعد عامين من الوقوع ديالها. سلم راسو للابيجي ديال الجديدة حيت عدم الضمير هو اللي حركو ودفعو باش يمشي برجليه عند البوليس ويقرب كل شيء. الشيف ديال لابيجي هو اللي استقبل المتهم اللي حكى ليه على الجريمة اللي وقعت هذي عامين في شي بلاصة قريبة من البلاج ديال الجديدة قبالة مقبرة المسيحيين. قال ليه بلي قتل شي واحد في 60 من العمر ديالو وداليه فلوس ورماه في البحر، ودابا بعد عامين عاد جاي باللغ حيت الضمير ديالو صحة. بحال هاد الامور قليل ما كتوقع، وهذا الشيء اللي دفع المسؤول الامني باش يلح عليه ويذكره بالعقوبات اللي يمكن ينالها حتى في حالات الى بان بلي البلاغ ديالو كاذب. لكن السيد كان واثق من راسو وعرف شنو كيقول، والوكيل العام امر باش يعمقوا البوليس البحث معه. القصة وما فيها انه في ديك العشية كان السيد كيدور جهة البحر وحده، كان جالس شي حد في 60 من العمر ديالو، طلب منه يسخر ليه ويجيب ليه شي باكية الكارو بشي حانوت قريب قبل. والسيد جبد حزمة الفلوس، جبد منها 100 درهم عطاها ليه، مشى جاب ليه الباكية ورد عليه الصرف قبل ما يوقع اللي وقع. المتهم حكى للبوليس شنو وقع بالضبط، قال ليهم بلي شاف الفلوس وملي شافهم طاحوا ليه ريوغو وفكر كيفاش يسرقهم منه ويستولي عليهم، خاصة أن البلاصة في كورنيش البحر عندما دخل مدينة جديدة مجيت كازا كانت خاوية من الناس في ديك العشية ملي كانت الشمس قريبة تغرب، وزيدون هو كان محتاج للفلوس. في الطريق ملي كان ماشي للحانوت أو راجع منه فكر مزيان كيفاش يسرق الضحية، خاصة أنه كما قلت كان محتاج للفلوس وكيعيش الميزيرية، وهاد الفرصة ما يمكنش تعوض أبدا. السيد شاف الفلوس وما فكرش في العواقب والشي اللي ممكن يوقع، حتى من بعد ما خنق الضحية بيديه بعد ما سد ليه فمه، سد ليه فمه وملي حس بلي الضحية مات فتش ليه جيابه وهز الفلوس اللي فيهم كلهم ووقف حدا الجثة كيفكر كيفاش يتخلص منها، وما طرش الوقت حتى جاتو الفكرة ديال اللي يرميها في البحر. وهادشي اللي دار هزها على ظهره في واحد المسافة قصيرة ورماها وسط المواج بعد ما تيقن باللي المكان خالي حتى شي حد ما شافو. هادشي اللي حكى المتهم للبوليس والله اعلم، ولا بيجي وراوه مجموعة من الصور ديال الناس اللي لقاوهم مرميين في البحر قريب جديدة في ديك الفترة بعد ما ادلى بشي تاريخ ديال ارتكاب ديالو لهاد الجريمة. هو يعني المتهم اختار واحدة من ديك الصور وقال ليهم هذا هو السيد اللي قتلته ورميت الجثة ديالو في لابلاج ديال ملعب الخيول للا ملكة. المهم البوليس استدعوا العائلة ديال اللي باين في الصورة وتبين بلي هاد الضحية هو مدينة اسفي، وكونه ما ماتش غارقا في البحر انما مات مسكين الله يرحمه في حادث مروري بعد ما صدموا القطار. هاد الحقيقة خربقات كل شيء، وبان للمحققين ان الامر اختلط على المجرم المفترض، والبوليس عمو في اطار البحث واحد الارسالية لكل المناطق الامنية في المغرب او على الاقل في المناطق القريبة من جديدة باش يتوصلوا باي افادة عن جثث يقدر يكون البحر الفتها. مهم دازت الحراسة النظرية والسيد ما بانش الجثة ديال الشخص المفترض انه قتلو كما اعترف، ولابيجي عفوا حالو على الوكيل العام بالسينافية عفوا الجديدة اللي حالو بالدور ديالو على قضية التحقيق باش يحقق معاه،
وهذا التحقيق مازال مستمر بعد الإيداع ديالو بسجن سيدي موسى في انتظار انجلاء الحقيقة كاملة في هذه الجريمة اللي لبسها هذا السيد لنفسه. الجثة ديال الشخص اللي كيقول قتلو ما لقاوهاش، والمتهم جاب رجليه لعند البوليس باش يبلغ على راسه، وقال لك عامين هو عايش العذاب النفسي وما عمرو نعس مطمئن. روح القتيل كانت كتزورو كل ليله وكتوقف عليه، حيت الروح عزيزه عند الله كما كيقولوا المغاربه، باش يرتاح من عذاب الضمير والكوابيس اللي كيعيش في نعاسه وفياقه. قرر يبلغ على راسه باش يريح الضمير ديالو ويرتاح. السيد قرب كل شيء ودخل الحبس برجليه باش يرتاح من وجع الدماغ وعذاب الضمير، ويريت له أن ضمائر المجرمين تصحى بحال هادشي اللي دار هذا. وفي انتظار ذلك دمتم أوفياء لقناة ماروكان كريم تيفي الجريمة المغربية، وشكرا جزيلا على الاهتمام.